بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس يوز اونلاين مقدمه من قبل فريق اسس. معكم خلدون يلداني. ضمن هذا الدرس نحن حنستعرض الجزء الاخير ان شاء الله من بحثين المثلثات. طوروا كثير معنا بس كثير مهمين هدول الابحاث لقدام بالنهايات والتكامل والاشتقاق. نحن بالدرس اخر شيء اخذناه بالدرس السابق هو الارك، سواء كان ارك ساين هو التابع العكسي للساين، الارك كوتانجنت، الارك تانجنت، والارك كوساين. هلا في حال مثال، في حال كان عندنا بي هو ارك تانجنت 3 زائد 2 جذر 2 ناقص ارك تانجنت جذر 2، هي جذر مو واضحه كثير، جذر 2 على 2، اوجد قيمه البي. حنفترض نحن دائما بهيك تمارين يا ابني بتفترض اول حد من الحدود هو مثلا العدد A صغيره، والحد الثاني هو العدد B. فإذا حنفترض إنه A يساوي arc tangent 3 زائد 2 جذر 2، فبالتالي tangent ال A، انتو خدوا tangent الطرفين، فهل arc tangent بتروح، بصير معنا tangent A يساوي 3 زائد 2 جذر 2. هلا ال B حافترضها إنه هي arc tangent 2 جذر 2 على 2 اللي هي هي، خدوا tangent الطرفين فبصير tangent B يساوي جذر 2 على 2. هلا بالتالي ال B كبيرة صارت تساوي A ناقص B، خدوا تانجنت الطرفين، تعالوا ناخد تانجنت الطرفين، بصير معك تانجنت B يساوي تانجنت A ناقص B. هلا منعود القانون تبع تانجنت A ناقص B هو تانجنت A ناقص تانجنت B على 1 زائد تانجنت A ضرب تانجنت B. التانجنت A معناها هي 3 زائد 2 جذر 2 اللي طلعت معنا هون، والتانجنت B هي جذر 2 على 2 على 1 زائد منعود التانجنت A والتانجنت B بقيمة. هلا من إيه منضرب منحط كذا منضل عم نشتغل بيطلع معك آخر شيء جواب 1، فبالتالي طلع معك تانجنت B يساوي 1. شو هي الزاوية اللي التانجنت تبعها 1؟ 45، أو B على 4، فبالتالي قيمة الB اللي هو هذا العدد هو P على 4 أو باي على 4، يعني 45. مثال آخر عنا X يساوي arc cotangent جذر 3 على 3، أوجد قيمة الـ X. الحل بسيط نوعا ما، خدوا cotangent الطرفين فبصير مع cotangent X يساوي جذر 3 على 3. شو هي الزاوية اللي cotangent تبع جذر 3 على 3؟ هي P على 3 مع مراعاة المجال. نحن بالدرس السابق أخذنا وتعرفنا الـ arc sine والـ arc cosine والـ arc تانجنت والارك كوتانجنت، عرفنا مجالات سواء كان للمنطلق او للمستقر، فيفترض اني انتبه لهذا المجال. هلا في عندنا قانون بيقول ساين ال A على 2 ساين A على 2 يساوي جذر 1 ناقص كوساين ال A على جذر 2. عاملوا لك هذا القانون من وين طلع؟ هو مو قانون، هو استنتاج، لكن فينا نحن نحفظه كقانون. طلع من انه كوساين 2 A يساوي 1 ناقص ساين مربع ال A. هلا في حال سويناها هي A فبتصير هي شو؟ A على 2، فساين ال A على 2 تساوي جذر 1 ناقص كوساين A على جذر 2، او جذر جذر كبير وتحته في كسر، البسط 1 ناقص كوساين ال A والمقام 2. هنشوف كيف حنستخدم هذا القانون بمثال. اذا كان عندنا ساين نص ارك تانجنت ناقص 3 على 4، اوجد هذا العلاج كله قديش يساوي. هلا حنفترض نحن حنبلش نفترض، حنفترض انه A تساوي arc cotangent ناقص 3 على 4، معناتها cotangent ال A يساوي 3 او ناقص 3 على 4. بس وقت بدي الجأ للمثلث القائم فبنسى إشارة الناقص مبدئيا. كوتانجنت الـ A، الكوتانجنت هو المجاور على المقابل، يعني مجاور الـ A يفترض يكون 3 والمقابل يكون 4. طبعا بالمناسبة هذا مثلث شهير، يعني 3 4 5 بيسموه 3 4 5 مثلث فيثاغورس، يعني مباشرة إذا كان عندنا الضلعين القائمتين 3 و 4 بدون ما تحسب وتقيم وتحط هذا مباشرة 5، فبالتالي الوتر طلع معك حسب فيثاغورس 5. هلا الكوتانجنت سالب، معناتها يفترض يكون ايضا الكوساين سالب. هلا كوساين ال A يساوي ناقص 3 على 5، اذا الكوساين هو المقابل اللي هو 3 على
الوتر يلي هو عفوا الكوساين هو المجاور يلي هو 3 على الوتر يلي هو 5. فبالتالي بصير معك كوساين ال A يساوي ناقص 3 على 5. هلا نحن عندنا ال A، ال A هي هذا A يساوي ساين النص ارك كوتانجنت ناقص 3 على 4. هذا كله شو سميناه؟ هذا كله سميناه A، الارك كوتانجنت ناقص 3 على 4 كلها سميناها A. ف يعني بيصير معك ساين ال A على 2، اذا بدل هالارك كوتانجنت حطينا A فبصير A على 2، يعني ساين ال A على 2. ساين ال A على 2 حسب القانون من شوي اللي اخذناه بصير جذر الواحد ناقص كوساين A على جذر 2. كوساين ال A حسبناها ناقص 3 على 5، بالناقص بتصير زائد 3 على 5. اخر شيء بيطلع معك الجواب ال A اللي هو المطلوب هو 2 جذر 5 على 5. مثال او قاعدة جديدة هي بيسموها حل المعادلات المثلثية. شو بيسموها؟ حل المعادلات المثلثية. حل المعادلات المثلثية، هلا بالمعادلات العادية بيكون عندك اكس زائد كذا مدري شو، بالمعادلات المثلثية المجهول بيكون بقلب نسبة مثلثية، يعني ممكن يكون بقلب ساين، ممكن يكون بقلب كوساين او غيره. فمثلا اذا كان عندك معادلة مثلثية هي ساين اكس يساوي ساين الالفا، فاما اكس يساوي الفا زائد 2 بي كي، 2 بي كي هو عدد الدورات، او اكس يساوي بي او باي، ليك ها باي ناقص الفا. فاذا انا عندي حلين لهي المعادله المثلثيه اذا كانت ساين يساوي ساين، فاما اكس يساوي الفا زائد 2 بي كي، او اكس يساوي بي ناقص الفا زائد 2 بي كي. هنشوف مثال. اذا كان عندنا ساين الاكس يساوي نص، اوجد مجموعه الحلول. هلا شو هي الزاويه اللي ساين نص؟ هو البي على 6 اللي هي ال 30. فبالتالي بقول ساين الاكس يساوي بدل النص ححط ساين البي على 6، فاما اكس تساوي بي على 6 او اكس تساوي بي ناقص بي على 6. بي ناقص بي على 6 يعني 5 بي على 6. فاما اكس يساوي بي على 6 زائد 2 بي كي، هي اجباري بدنا نحطها لانه ممكن يكون عندنا عدد دورات، او هي كلمه او اكس يساوي 5 بي على 6 زائد 2 بي كي. كثير الموضوع بسيط. حنشوف الكوساين تشبهها تقريبا. اذا كان عندي كوساين اكس يساوي كوساين الفا، فاما اكس يساوي الفا او اكس يساوي ناقص الفا. هون الفرق بالساين، اما اكس يساوي الفا او اكس يساوي بي ناقص الفا. هون بالكوساين اما اكس يساوي الفا او اكس يساوي ناقص الفا، طبعا زائد 2 بي كي مشان الدوره. مثال، اذا كان عندنا كوساين الاكس يساوي جذر 3 على 2، شو هي الزاويه اللي كوساينها جذر 3 على 2؟ هي بي على 6. فبقول بدل الجذر 3 على 2 حنقول كوساين بي على 6، فصار عندنا كوساين اكس يساوي كوساين البي على 6، فاما اكس يساوي بي على 6 او اكس يساوي ناقص بي على 6 يعني 11 بي على 6. تمام، شلون طلعت معي 11 بي على 6؟ هي 2 بي ناقص بي على 6 بيطلع معك 11 بي على 6. فالحل بيطلع معك اما اكس يساوي بي على 6 زائد 2 بي كي، او 11 بي على 6 زائد 2 بي كي. تمام، اذا نحن مو قلنا اما اكس يساوي بي على 6 او اكس يساوي ناقص بي على 6، فناقص بي على 6 بحولها لزاويه موجبه. شلون بحولها لزاويه موجبه؟ بقول 2 بي ناقص بي على 6 بيطلع معك 11 بي على 6. دائما الزاويه السالبه وقت بدي احولها لزاويه موجبه بطرحها من 2 بي، بتقوم بشوف قيمتها وهي في حال كانت موجبه. تمام، هلا معناتها بالساين وبالكوساين دائما في عندي حلين. بالساين اما اكس يساوي الفا او اكس يساوي بي ناقص الفا، وبالكوساين اما اكس يساوي الفا او اكس يساوي ناقص الفا طبعا زائد 2 بي كي. بالتانجنت في حل واحد فقط، ما في حلين.
ما بقول إما أو خلاص. إذا كان عندي تانجنت إكس يساوي تانجنت ألفا، فا إكس يساوي ألفا زائد 2 بي زائد كي بي كي زائد بي كي، انتبهوها مو 2 بي كي زائد بي كي على الحل، يعني نص دورة. مثال، إذا كان عندي تانجنت إكس ناقص 30 يساوي الواحد، أوجد مجموعة الحلول. فشو هي الزاوية للتانجنت تبع واحد؟ هي البي على 4. فبقول تانجنت إكس ناقص 30 يساوي تانجنت 45. طبعاً إذا أعطيك هون بالدرجات يا ابني، فيفترض إنه هون كمان يا بنشتغل كله درجات يا بنشتغل كله راديان. ما فينا نشتغل راديان ودرجات بنفس الوقت مشان يطلع معنا الحل. فبصير معك تانجنت إكس ناقص 30 يساوي تانجنت 45، بالتالي إكس ناقص 30 ككل يساوي 45 زائد بي كي. هلا حنحول على الراديان. ليش؟ لانه الاجوبه اعطينا اياها بالراديان، لو الاجوبه اعطينا اياها بالدرجات بنضرب بالدرجات. ال 30 شو تقابل بالراديان؟ بي على 6، وال 45 تقابل بالراديان بي على 4. بنقول ناقص بي على 6 لهون، فبصير معك بي على 4 زائد بي على 6 زائد كي بي او بي كي. اخر شيء بيطلع معك حل واحد، دائما بالتانجن بيطلع معك فقط حل واحد، اللي هو اكس يساوي 5 بي على 12 زائد بي كي. نفس الشيء بالنسبه للكوتانجنت، الكوتانجنت ايضا هو حل واحد فقط، ما في عندنا حلين. فاذا كان عندنا كوتانجنت اكس يساوي كوتانجنت الالفا، فيساوي فبالتالي اكس يساوي الفا زائد بي كي نصف دورة، مو دورة كاملة اللي هي 2 بي كي. مثال، إذا كان عندنا كوتانجنت 2 إكس ناقص 20 يساوي كوتانجنت الإكس، أوجد مجموعة الحلول. هذا المثال هيك غريب أو جديد من نوعه شوي. فبما أنه كوتانجنت يساوي كوتانجنت، فمضمون هذا الكوتانجنت يساوي مضمون هذا الكوتانجنت، يعني بقول 2 إكس ناقص 20 يساوي إكس زائد بي كي. بس بما اني عم اشتغل بالراديان، بدل البي بحط 180، ما ننتبه لهذا الموضوع. هلا بحط المجاهيل بطرف والمعاليم بطرف، بصير معك بنقول هاي الاكس لهون بصير 2 اكس ناقص اكس يعني اكس، وبنقول ناقص 20 لهون بتصير زائد 20 زائد 180. طبعا 20 هي بي على 9، يعني 180 على 9 لانه 20، فبكتب بدل 20 بي على 9، وهال 180 بحط بدالها بي. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم، وانتهى شق المثلثات. بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.